بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي جاءك الذين يؤمنون، سلام عليكم يعنيكم جميعا، سلام الله من السلام، والله هي رحمة من الله مرسلة إليكم أجمعين بدون استثناء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كلام ينتهي هنا في هذه الآية الكريمة؟ لا، نعاود الصدر للآية. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، مش كما اللي يؤمن باللسان كما علمته من عرض وحشم، يدعون الإسلام شرقا وغربا وهم أعداؤه ويمارسون كل المؤامرات لكي يزول من عقول المؤمنين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. القرآن يذكرنا به الله سلام، والقرآن يحملنا رسالة المولى لكي يحل السلام في الدنيا، ونتيجة ذلك سلام في الجنة أثناء الحياة البرزخية، وفي النهاية سلام أبدي، خاصة أنا المقربون من الله ربي خصصهم وحدهم، منا قيلا سلاما سلاما. شوف ربي كيفاش وزع مفهوم السلام على آياته. إذا كان كنت مع الأكوان وترى بحقيقة العيان فأنت من أهل السلام، إذا ما أنت تراه كآيات من الرحمن، فلا ريح تسممك ولا شمس تحرقك ولا عطش يميتك ولا ولا. إذا أنت مؤمن فأنت سالم من غوائل الدنيا والحياة البرزخية والآخرة، والسلام.